السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول التالنت بول أو وعاء المواهب الذي تقوم به العديد من الشركات في الوقت الحالي، وكتير جدا للأسف لا يستطيعوا أو لا يعرفوا أن ده من ضمن أهم الأشياء اللي بيتم استخدامها في عملية التوظيف. في البداية حابين نوضح أنه فكرة العثور على مواهب جيدة في سوق العمل أصبحت رغم الخريجين الكثر في سوق العمل إلا أن الموضوع أصبح صعب للغاية. الحقيقة كتير جدا لا يدرك بانه هناك منافسة كبيرة جدا من الشركات على العمالة كمثل بحث الاشخاص عن الشركات وفرص العمل. وعلى الرغم من انه هناك العديد من فرص العمل اللي بيتم وجود نوع من انواع الاعلان عنها، الا انه العثور على العنصر الكفء الذي يستطيع اداء هذه المهام، الموضوع الحقيقة بيتشمل مجموعة من المصاعب والكثير جدا من المعوقات. ولذلك ابتكرت هذه الشركات العديد جدا من الانظمة زي انظمة الATS او الالكترونيك هايرنج سيستم، والتي تختص بالبحث عن مراجعة السيرة الذاتية بشكل الكتروني، ايضا عقدت عملية الانترفيو وعمليات مقابلات العمل، نظرا لاننا اصبحنا نريد ان نبحث عن العناصر الافضل فالافضل في ظل اشتداد المنافسة. ولذلك هتلاحظي بانه هناك نوع حاليا من الشركات اصبحت بتقوم بنوع من انواع التوظيف في ظل ما يسمى بوعاء المواهب. الحقيقة ان التالنت بول او وعاء المواهب ليس مفهوما حديثا، هو مفهوم ظهر في بداية الالفينات، ولكن هتلاحظ هنا ان الوعاء الوظيفي بيشتمله نوع من انواع فكرة وجود انك محتاج ان يكون هناك نوع من انواع مواهب او مواهب لدي في وعاء، هي من اسمها هي وعاء بيتم القيام بنوع من انواع انشائه وادخال المواهب فيه حتى يكون هناك نوع من انواع المبادرة، وان يكون هناك نوع من انواع اللجوء الى هذا الوعاء في حالة ان هناك نوع من انواع الحاجة اليه او ان هناك وظيفة خلصت. طيب كيف يعمل هذا الوعاء؟ هذا الوعاء بيتم عن طريق ان الشركات بتعلن على مواقع التوظيف انها محتاجة مثلا والنقل كاستمر سيرفيس او في قسم اللوجيستيك. ولاحظ هنا ان هذه الشركات لما بتيجي تعلن بتحط جنبها تالنت بول. اول ما تسمع كلمة تالنت بول تعرف ان هذه الوظيفة ليست شاغرة، هم فقط بيعملوا نوع من انواع لم السيفيهات تقييمها علشان نبقى جاهزين لا قدر الله لو حصل اي حد خرج او مشي نجيب على طول من هذا التالنت وهذا الوعاء. الحين كتير جدا بيقدم على العديد من الوظائف وبيقول لك انا قدمت ومشيت في كل الاجراءات ولكن الموضوع وقف ومحدش كلمني. الموضوع ده ممكن ان يكون تالنت بول او وعاء المواهب، هم حطوك في وعاء المواهب عندهم حتى تستطيع انك مع الوقت ان يكون لديك نوع من انواع فرص العمل في هذه المؤسسة اذا ما تم الطلب عليه. ولذلك هتلاحظ هنا ان هذه الشركات بتعلن عن وعاء المواهب عن طريق الانترنت زي ما احنا قلنا، تتلقى السير الذاتية بتقوم بمراجعتها ثم تقوم بالحفظها لديها في اقسام مختلفة، لو انت مقدم على كاستمر سيرفيس او لوجيستيك او الى اخره من عناصر المواهب، او في بعض الشركات ايضا بتعلن عن اعلان عام تقول لك تالنت بول كل حد عنده اي سيرة ذاتية يرسلها لي في احدى المجالات التالية، وبيحدد لك مجموعة واسعة من المجالات علشان يكون لديها وعاء كبير. لكن الامر ده ايضا يشتمل على العديد من العيوب، رغم انه هناك العديد من المزايا لهذا الامر، انك بيأسس لفريق من الاحتياطي لديك تستطيع انك تجيب منه، الا انك هتلاحظ ان كتير جدا من الناس لا يعرفوا هذا الامر وبيقدموا على الوظائف ولا كأنها وظائف حية ومعلنة، وفي الغالب بتلاحظ ان الناس بتصاب باحباط وبتعمل على الشركة دي اكس ولا تحب انها تكمل فيها نظرا لانك قدمت فيها بقالي سنة بقالي 6 شهور ومحدش كلمني، وبيفتكر ان الغلط منهم ولكن هي فكرة ميس اندرستاندينج او سوء تفاهم في ظل ان دول بيقصدوا تالنت بول او وعاء مواهب وفي ظل انك فاكرها وظيفة حقيقية. ايضا كتير جدا من الشركات للأسف لا تعلن عن انها بتلم تالنت بول، والمفروض ده يتكتب في الهيد بتاع الاعلان او في المتن بتاعه. كتير جدا للأسف بيعلن عن الوظيفة وكأنها وظيفة حقيقية، وده طبعا غش كبير جدا ونقطة سلبية في العديد من الشركات اللي بتفعل ده. كذلك هتلاحظ هنا ان هذا الوعاء قد مع مضي الوقت قد لا يكون الشخص زي ما بيقولوا بيع في حموتها، او ان الشخص هو بيقدم كان متحمس للعمل في تلك المنظمة لكن بعد 6 شهور في الغالب هيكون اشتغل في مكان اخر او وجد فرصة عمل افضل ولن تكون لديه القدرة على ان هو يجي الحضرة. كذلك لو انت بعد 6 شهور الشخص اللي احنا مؤمنين ان هو موهوب ولم يشتغل حتى الان، فده معناه ان هو عنده مشكلة، فده هيؤثر كثيرا في هذه الامور. ولذلك يجب ان يتم استخدام وعاء المواهب في بعض الوظائف المحددة واللي في الغالب التيرن اوفر عليها كبير واسع زي الكول سنتر او خدمات الامن او الى اخره، نظرا لان تلك الوظائف فيها التيرن اوفر عالي او معدل ترك العمل مرتفع، وده يؤدي الى ان احنا نستطيع معها ان يكون لدينا نوع من انواع
استخدام وعاء المواهب حتى نلجأ إليهم في وقت سريع، وأن يكون لدي نوع من أنواع اللجوء إلى تلك المواهب عند الحاجة إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليا في التعليقات أو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.